مجيد الشرفي ولا ألفة اليوسف ولا رجاء بن سلامة طلت علينا من الشاشة وحدثتنا عن الإسلام التونسي، حتى قمح اختل التوازن، اختل التوازن. ولينا شوفوا في الشوارع بتاعنا الحجاب، ولينا كنا كي نجيو نشوفوا الأرقام، شوف الأرقام بتاع الحجاب 23 في أكتوبر، إيش نقول؟ تقول قائل ها متصل وجاب 89 مقعد، ها حربة الدنيا وبطاقات رهيبة وحراك ميداني عجيب وفلوس ما لا نهاية لها، يعني هذه إخلاق الدنيا. لا، إذا كان نحلوا نمشيوا للأرقام الحقيقية نلقاهم الانتصار نتاعهم نسبي والواقع نتاعهم محدود. علاش؟ خاطر ثم كان 1,400,000 تونسي صوتوا، هذا صحيح، هذا الرقم الصحيح اللي بالفايدة، مش عدد المقاعد، قداش من تونسي صوتوا للنهضة؟ نلقاهم 1,400,000 تونسي على 4 ملايين مشاو صوتوا، هذا يثلث، هذا ديجا مسلمين، نحن كلنا مسلمين، أما مش النمط هذاك، احنا نمنوا الحدثيين والتوانسة بصفة عامة، نمنوا اللي ثم النموذج التونسي، وفهمت الأغلبية بتاع الشعب التونسي اللي النمط اللي تدافع عليه حركة النهضة وأنصارها ما هواش مطابق للشيء اللي تربينا عليه ودخيل علينا، ما صوتولهمش، باش يلزمنا نعملوا باش نخلقوا باش نكونوا باش نهيكلوا بديل سياسي يترجم المخزون الفكري هذا، كان المخزون الثقافي التحليلي التونسي يترجمه الى عمل سياسي ندخل به الانتخابات ويرجع حقيقه الامور على ما عليها، يعني لفائده المسار التحليلي التونسي. وهنا في السياق هذايا، في السياق هذايا في المعادله هذه جاءت المبادره بتاع سي باجي قيد السبسي، اذكركم سمعتوا بها، مش كما يسميه مبادرة باجا قايد سبسي، لكن معاه ثلة من الوطنيين التونسيين الصادقين الحدثيين، وأغلبهم مشبعين بثقافة بورقيبة باحترام البورقيبة، ومش وهم جايين فقط من العائلات البورقيبية، لا جايين من اليسار المعتدل، جايين من مستقلين، جايين من شخصيات متعددة الأطراف، واللي فهموا واقتنعوا بعد نضج بعد تفكير أن رسالة بورقيبة التحديثية هي التي تتناسب مع عقلية وشخصية التونسي. شكرا سي عمر. عندي بعض التساؤلات، لكن قبلهم عندي تعليق لازم تكون قراءة مختلفة شوية على قد أصحابه، في أنه المخلوع معناها لم يواصل سياسة بورقيبة التحديثية، بل سمح للسلفيين الأساس الخليجيين باش يعيثون في الأرض فسادا في تونس. معناها يعني هنا نقول ألفة يوسف كانت مستشارة ليلى بن علي، وهي من الأسماء اللي ذكرها سي عمر أصحابه، معناها يقول كانوا ممنوعين وما لهمش، ورجع بن سلامة وغيره، وكي نشوفوا ولا في التلفزة شكون البوق اللي كان يتكلم ويدافع عن النظام بن علي، معناها نتسائل، يعني معناها هذيك في قولك فما نوع من المغالطة. الحاجة الأخرى وهي أن قراءة أخرى في نتائج الانتخابات، فعلا معنى حركة النهضة حصلت على 1,400,000 صوت من جملة 4 ملايين صوتوا، وفما 4 ملايين ما صوتوش، لكن احنا كيف نشوفوا إلا ما صوتوش شكون هما؟ هذوم هما اللي ما سجلوش، وكي نقولوا إلا ما سجلوش نقولوا هما أغلبهم من الأرياف، وكي نقولوا من الأرياف معناها هما الناس المحرومين ولا عاشوا معناها على هامش التاريخ متاع تونس. وبالتالي الأربعة ملايين اللي صنفتهم معارضين للمليون و400 اللي صوتوا للنهضة حسب رأيي ما يكونوش في الترتيب بالشكل هذا، على خاطر إذا كان تمكنوا من التصويت نأكد لك راهم صوتوا للناس
اللي عارضوا نظام بن علي ولا من أجل معارضتهم شدوا السجون بعشرات الآلاف وهجروا من تونس ثم رجعوا مصلحين. هم يسميوا روحهم مصلحين، انت تسميهم حاجة أخرى، هم يسميوا روحهم مصلحين ومعارضين لنظام الفساد ودفعوا ثمن ذلك. إذن تقسيمك أنه البقية كلهم معارضين للنهضة هذا ليس صحيح. في خصوص مبادرة سي الباجي قايد السبسي، ولا باش تكون مدعومة من كل الحساسيات البرجيبية واليسارية للتصدي لحركة النهضة، لأنهم يعتبروها كونها العدو اللدود متاع معرفش متاع شكون، متاعهم هما برك، خاطر المجتمع قابل للنهضة. أمين إيش نقول تو هنا التساؤلات؟ التساؤل الرئيسي، أين كان أصحاب الفكر البرجيبي طيلة فترة بن علي؟ أعطيني واحد برك عبر عن رأيه وتمسك بهذا الفكر وحوكم وما نوصلش حتى حوكم. أعطيني إنسان يعني طورد أو معناها توبع أو أي شيء في سبيل أنه يقول يا بن علي راه فما فكر نير كان يقوم به بورقيبة وانت توا طمستو. وكذلك لماذا رجوع هذا الفكر بالذات بعد الثورة؟ هل لأن توفرت الحريات الفكر البورقيبي نجم كان يخدم بدون تضحيات؟ ايش معناها؟ معناها وقت اللي بورقيبة موجود هانا معاك يا بورقيبة، وقت اللي ولا بورقيبة مقموع ومحبوس في دار الوالي الناس الكل تخلت عليه، أكثر البرجيبيين هم تخلوا عليه، وكان يعاني منفردا ولم يضحي أحد من أجله، وهذا عيب كل البرجيبيين إلا اليوم ولو يتحدثوا عن الفكر البرجيبي والفكر الإصلاحي البرجيبي. أين نقرأ قراءة أخرى؟ قراءتي هي تمسك بالأصنام، وكفانا أصناما في عهدنا، رحنا شباب ولو أني في نادي الأجيال اليوم، أما يزينا من الكذب على بعضنا ومن الضحك على بعضنا. راهو التمسك بصنم بورقيبة لن يؤدي إلى شيء، لأن تونس ليست عاقرا ويمكنها أن تنجب من يكون أحسن من بورقيبة بقطع النظر عن تقييم بورقيبة. وأنا مساند كليا للسيد سي عبد المجيد، معناها في أنه بورقيبة عمل لكنه ما يلزمناش نقعد عايشين تحت ظلال بورقيبة. كفاه يحيى الغنوشي وتحيا حركة النهضة. شكرا لكم. تسقط حركة النهضة، تحيا حركة النهضة غصبا عن الجميع. حركة هذه تو باش نتكلم يسمعوا الناس، ولا ما عجبوش سكر ودني.